السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. على السريع أجاوب على بعض الأسئلة. الله يجزاكي الخير. حرف والله يا ريت. ومشكلة النفس القصير ساعدينا بحلها. أنت حتساعدي نفسك من نفسك. النفس القصير بده جلسة صحيحة، بده تدريب على النفس، انك في الصبح في المساء في كل وقت هيك تشوفي حالك فاضية، خدي نفس عميق لدرجة انه صدرك يرتفع ينتفش ومعدتك كمان تنتفش. سهلة، لأنها سهلة وحكيت فيها قبل هيك. وتاخدي النفس وتكتمي قد ما تقدري، تكتمي نفسك ثانية ثانيتين ثلاثة أربعة 10 20 قد ما تقدري. يعني نطبقها مع بعض. خدي نفس عميق أول إشي، الجلسة الصحيحة اللي قلت لكم إياها. بعدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بهالشكل هذا الحمد لله. يعني قد ما تقدري ان شاء الله، بس كلمة سبحان الله واحدة اول مرة ما في مشكلة. خذي النفس ثاني مرة، لا تخرجي الزفير، خذي الشهيق واكتمي، وبعدين سبحي 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 سبحي، هللي كبري اللي بدك اياه قد ما. وعدي مرة اثنين ثلاثة، مرة 10، ها حتوصل معاكي انك تسبحي مدة طويلة وانتي مش ماخذة نفس والزفير ما طلعتي. لما تحسي حالك خلاص صدرك مش قادر، طلعي الزفير من الفم وليس من الانف. اذا الشهيق من الانف والزفير من الفم بعد ما تقرأي، بعد ما تسبحي، بعد ما تذكري الله سبحانه وتعالى. هاي الطريقة هي اللي حتعلمك كيف تاخدي النفس. بعدين وانت بتقرأي قرآن ما تقرأيش ولو كلمة إلا بأخذ نفس. خدي نفس عميق واقرأي هاي الكلمة أو الكلمتين، ليش ما يكون صغر الآية أو كبر الآية، اقرأيها من غير ما تطلعي الزفير، وهكذا وهكذا حيصير عندك. واقرأي معي، أنا بقرأ باخذ زفير باخذ شهيق بعدين بقرأ بقرأ بقرأ. اقرأي معي وطبقي اللي بتشوفيه قدام عينك، مرة على مرة حتصيري ممتازة، نفس قوي وقدرة على التركيز. ولا ومش هيك، الكورونا ان شاء الله ما بتكون عندك، لانه من كيف تعرفي عندك كورونا ما كورونا، نسأل الله العفو والعافية إلنا وإلكم، انك تاخدي نفس عميق وتكتمين مدة طويلة. اذا ما حسيتي بتعب وقحة وها انت تمام، انت في ايش بقولوا عنها، تمام مية مية تمام ولا لا. فهذه هي سبحان الله بتساعدك على انك تاخذي نفس عميق. طبعا جزاك الله خير، بارك الله فيك كله، الحمد لله، الله يسعدك ويبارك في عمرك جميعا ويعطيك كل واحد دعالي دعوة اللهم لك بمثل. طيب يا ريت حضرتك تلفظي لنا كلمة أوديتنا في سورة الأحقاف آية رقم 24. نشوف سورة الأحقاف آية 24، هاي آية 24، أوديتهم وليست أوديتنا، تمام؟ طيب إيش مالها؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 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 أوديتهم، سهلة ما فيها إشي، الياء والتاء، أوديته أوديته. المشكلة أنتو، أنا عارفة إيش المشكلة، بتحبوا تمططوا الحركة
ما فيها تمطيط، هذا زمن الحركة. تمام؟ أودياتي أودياتيه أودياتيهم، بس تمام؟ ما تمططيش عشان تطلع معاكي صحيحة، وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله. سورة الشورى أنا سجلت لك إياها، ربنا يتقبل من الجميع، حبعت لك إياها إن شاء الله. كويس إني ضحكت كثيرا، الحمد لله إنه بنسلي الناس وبنفس الوقت بنعلمهم، هاي مش غلط. تكملي جزء الذاريات، أنا هاي اللي شغالة فيه بإذن الله تعالى، الله يتمم على خير. بس ما فيش أعتقد. عزيزي أبو ندى، التصحيح عبر الواتس أب على الآن، هذه هي الحمد لله. أنا في ناس بيقولوا أنا كيف وكيف، خلص ابعتي لي على الواتس أب صوتك وأنا بصحح لك بإذن الله تعالى. ويا ريت ويا ريت اللي مش متعلم وما عنده القدرة على القراءة الصحيحة يقرأ معي، يقرأ معي، يبدأ من الجزء الأخير أو من سورة البقرة، كل واحد كل واحد، بس اقرأي معي الجزء اللي بدك تسمعي لي وتقرأي لي عشان تتعلمي بسرعة بسرعة. أنا ما بحبش اللي بتعلم ياخد مدة طويلة، خصوصا القراءة الحاضر. طبعا الحفظ بده مدة، بس لا، القراءة الصحيحة ما بدها مدة، شهر زمن تقرأيها مع شيخ متقن وتنتبهي وتركزي، تحتاجيش المدة الطويلة. لا تطولوا الموضوع، إذا طال الموضوع بزهق بالواحد، بيزهق من نفسه، بيقول أنا خلاص ما فيش فيه فايدة. لا، فيك فايدة، اقرأي مع الشيخ أو معي، اقرأي معي وليس بعدي، وتعلمي آية آية انتبهي لها، آية آية انتبهي، اقرأي معي. وبعد ما تقرأي لي الصفحة أو الآيات اللي أنا منزلهم بهذا الفيديو، سواء من البداية أو من الآخر مش مشكل، اقرأيهم اقرأيهم معي معي معي، بعدين ابعتي لي اياهم اصحح لك، انتبهي لكذا انتبهي لكذا، وهكذا. شهر زمن تتقن التلاوة، مش هالصعوبة في التلاوة، قولوا يا رب واستعينوا بالله، اطلعي من لهجتك اطلعي من لهجتك، سواء عراقية سورية فلسطينية مغربية غيره غيره، اطلعي من اللهجة، روحي إلى اللغة العربية الفصحى، انسي لهجتك أثناء ما أنت بتقرأ القرآن، بس اقرأي مع الشيخ بقراءة بتمعن، مع وليس بعد، قلدي تقليد أعمال الشيخ المتقن، مش أي شيخ، في شيوخ عندهم أخطاء للأسف، خذي الحصري، عبد الباسط، المنشاوي، في انا بصراحه بسمعش كتير للقراء الجدد، بس في، بس انتبهي اقراي صح مع اللي بيقرا قراءه تجويديه وليس قراءه سرعه زي تبعون الحرم، لا، قراءه تقراي مع شيوخ الحرم، لا مش هتستفيدي. اللي بدها تستفيد حقا تقرا مع شيخ متقن قراءة تجويدية ترتيلية صح، وليس مع اللي بتغنوا بالقرآن زيادة عن اللزوم، لا، التجويد بس، اقرأي معه معه وليس بعده، ركزي وانت بتقرأي، هل انت جبتي نفس الصوت؟ هل انت فخمتي لما انفخم؟ هل انت مديتي نفس المد اللي مده هو؟ هل انت عملتي غنة نفس الغنة اللي عملها هو؟ وهكذا. ان اتبعت هذا الاسلوب في البيت وبعدين رحت بعدت صوتك او رحت عند اي شيخ او اي معلمة قرآن وسمعتيها صوتك، هنا مش هتحتاجي مدة طويلة ابدا للتعليم. اللهم قد بلغ، اللهم فشهد. في ناس بيقولوا لي لازم بالمشافهة، نعم
اللي ما عندوش مشافهة شو يساوي؟ يعمل اللي بقوله عليه. حتى اللي عندها مشافهة مع شيخ أو مع معلمة تعمل اللي قلت لها عليه أولا، وبعدين تروح للمعلمة. هيك بتختصر المدة، بتختصري مدة التعليم القراءة الصحيحة. بعدين اقعدي يا حبيبتي بعد ما تتقني التلاوة احفظي القرآن كله براحتك، وكرري وزيدي واتقني الحفظ. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وهي كذا مرة اعيد وازيد هاي المعلومة. مية 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 مية. بس اعتقد ما فيش هالاسئلة الكتير روعة، والحمد لله البوستات اللي ببعتها حلو تمام الحمد لله الحمد لله. بس في واحد الله يهديه بدأ يسب في القرآن وفي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا مش حنرد عليه، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. من كلامه انه مسيحي او مسيحية في سورة الأحقاف للأسف يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديه ويهدينا ويصلحه ويصلحنا ويردنا إلى الحق ردا جميلا. إيش بدي أقول أكثر من هيك؟ إذا بده يضلوا على الغي والضلال اللي هو فيه الله يهديه، ما بقدر إلا أقول الله يهديه سواء كان مين ما يكون، ومنه لله بعدين إذا ما في إلا إنه يضلوا على ضلاله، فربنا قادر إنه يأخذ حق الرسول عليه الصلاة والسلام من كل واحد تطاول عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك، وكما تحب وترضى يا رب العالمين. بس أنا بقول له انتبه لنفسك، أنت مش عايش في الدنيا وبس، في آخرة، فانتبه. اسأل ربك إذا أنت عندك رب وقول يا رب اهديني للي بتحبه واللي بترضاه، ادعي بإخلاص إنك بدك الهداية. سيبك من الأحقاد اللي حاطينها في قلوبكم، سيبوها، اتركوا محمد عليه الصلاة والسلام على جنب، واتركوا القرآن على جنب، اتركوا كل شيء، واسأل ربك الهداية. اسأل ربك الهداية، ربك حيهديك إذا كنت صادقة، حيهديك إلى ما يحب ويرضى. احنا بدنا الهداية اللي بيحبها ربنا ويرضاها، بس هذه نصيحتي له، والله يهدي الجميع. إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.